سيكون هناك حفل تكريم لأبنائنا، أربعة من أبنائنا ختموا حفل القرآن
الأمراضية بإكرام محفظة كتاب الله عز وجل، فاحرصوا على الحضور إن شاء الله. ستكون حفلة يوم الخميس القادم بين المغرب والعشاء الخمس عشرة على مبادئنا في حفل كتاب الله عز وجل. اللهم اجعلنا نمضي على أثار منافقين أثرهم في حفل كتاب الله عز وجل. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد، رضى الله عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الآباء والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تحل لنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. Yeah.